لعل البعض شيخ صالح يجهل كيفية تزكية الراتب، هل من طريق توصلونه إليهم؟ تزكية الراتب كتزكية غيره، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنه يزكيه، لكن لو شق عليه تقيد بحول كل راتب فهذا له أن يخصص وقتا معينا من السنة يخرج فيه زكاة ما تجمع لديه في هذا الموعد إلى مثله من العام القادم، ويكون ما تم حوله قد أخرج زكاته بوقتها، وما لم يتم حوله فقد عجلها. أي تعجيل الزكاة في حال الحمد لله، بمعنى أنه في الإمكان أن يزكي راتب محرم هذا العام في محرم العام القادم، وسفر في السفر القادم وهكذا، أو يعجلها جميعا مثلا في رمضان أو في ذي الحجة. يزكي في رمضان مثلا، يزكي في رمضان جميع ما لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله. هذه طريق، والطريق الآخر؟ الطريق الآخر صعب، هو أن يتقيد بإخراج زكاة كل مبلغ عند تمام حوله. بمعنى ما توفر من راتب محرم يزكي في محرم القادم وهكذا. نعم، وما توفر من راتب سفر في سفر القادم وهكذا، يعني معناه كل شهر يخرج زكاة عن العام القادم الماضي. جزاكم الله خيرا.